طيب القلب عنوان والمصيبة يا تلك المصيبة يقولون انها علي وصار نسار لكن ما يدرون إلا في كل سنة نبكي دموعا كثيرة قالوا علي لكن ما يدرون خذ جميع قلوب الشعب ويا جابر الأحمد معروف لا يمكن نسيبة جابر الأحمد اللي رحل وقالوا اللي رحل في كل الأزمان وكل سنة نصبح عندنا حزن طويل نبكي ونصرخ في ذكرى وفاته لأنه جابر خذ جميع قلوب الشعب وراح اللي راح جابر الأحمد لا يمكن يروح لأنه بقلبي وهو الوحيد اللي عطانا الحق في هذا الزمان جابر مشكور يا أمير العطاء والطيب أنت الوحيد اللي ملكت الشعب بأركانه أنت رجل السياسة وأنت اللي تبيه يصير وأنت الوحيد اللي لميت شعبك بأحضانه أنت الوحيد اللي شلت صرخة اليتيم يوم إنه يصيح أنت الوحيد اللي علمتنا أن خاطب الناس بكلمة رئاسة أنت الأمير وعلمتنا حنا تحتك جنود الإرادة أحبك اللي كلك بالغلا والطيب موجود جيت اليوم طليت وبحكاية جديدة حبيت الإنسان لا أعرف وش معنى يكون هده الغربة عليك وزاد مقداره أحبك وبيك وأتمناك وبيك قلت روح الله معاك يجيبك في مكانه أبسألك وش معنى الحب وش اللي تبيه يصير قلت أحبك بس حب بهالزمن بأنواعه في زمن اللي يحب شكلك ويضيع المضمون وفي زمن اللي يحبك ويتقطع القلب وشريانه أبقى أحبك يلي عني رحلت سنين أبقى أحبك وانتظرك بكل لحظة في ذاك المكان قلت أحبك وأبقى أحبك فالزمان يكون واليوم ليلة حب وغرام بأول أيامه صح لسانك صح بنا رحبوا معاي بضيفنا اليوم لسه الشاعر عبد الرحمن الشمري شاعر تحدى الإعاقة أنت ما عندك إعاقة أنت أكيد مبدع يا عبد الرحمن أكيد هوايتك للشعر شلون بديت فيها يا عبد الرحمن أول شيء نمسي عليك ونمسي على المشاهدين طول بعمرك هوايتي للشعر هي موقف موقف ممكن يصير من المجتمع اللي أنت فيه وشلون تطور نفسك شلون تواكب نفسك في محيط أنت عشته وشلون تعالج الأمور بعيد عن التجريح في مرات إنسان ودك تسولف معاه يفهمك في مرات إنسان كثر الكلام يهتمل فتعطي شطر بيت تعطي عتابة بطريقة محترمة وبنفس الوقت تطورت لما كنا في وزارة التربية يعني كنا نواجه مشكلة مع بعض الطلبة الأخصائي كان دائما ينجل إن شلون اخذ الحاله من الشخص فجيناهم قلنا لهم تعالوا خلونا احنا كمجلس طلابي ناخذ الحاله ونسمع الحاله ونرفع لكم تقرير فكنت اجمع الحالات والامور هذه واكتبها لما كنت اكتبها كنت دائما اقعد بروحي كذي بزاي احاول اطلع لي بيت بيتين فاكتشفت ان الشعر توصلت رساله توصلت معاناه استانس لما اشوف قضيه انحلت في قصيده معينه او رساله وصلت بغض النظر سلبياتها من إيجابياتها تطوير نفسك تطوير ذاتك مخالطتك مع الناس التغير عندك الفكر شلون كل الأمور هذه تحلها من غير ما أنك تقعد وتقول أنا معاق وأنا ما نعرف إيش وأنا محتاج وتحديت الإعاقة اللي فيه وتحديت ووصلت لمرحلة أخذلت الجميع فيها أن عبد الرحمن شلون وصل من
من شاعر رياضي ودرس وكمل دراسة وكون علاقات اجتماعية حلوة. وفي بعض الناس انصدموا من النجاح اللي قدمه عبد الرحمن، ممكن كانت فترة، لكن ينصدمون ان حتى في فعاليات ذوي الإعاقة ينصدمون ان عبد الرحمن ما يتكلم عن ذوي الإعاقة، لا يتكلم عن يتيم، يتكلم عن معاق، يتكلم عن مسن، يتكلم عن حالة الوطن، يتكلم عن شخص محتاج ملاقي اللي يسمع، يتكلم في وجهة نظر هو عارف ان راح من بعدها تجي سلبيات وتجي ايجابيات. نعم، ولكن هذه الحياة كل شخص نجح في حياته يتحول الى سلبية لبعض الناس اللي لم يوصلوا المواصيلة اصلا. حلو. عبد الرحمن قصدت في الام؟ اكيد. اسمح لي. يعني في واحدة من المواضيع اللي جات وسوت جدل في الموضوع. تقول كل عام وانتي بخير. يوم من سكنتي في القلب عنوان قلتي هذا ولدي ربيته من سنين، وقلت لك هذا ولدك اللي أعطاك في كل الأزمان. تدري وش اللي صار؟ تدري وش اللي صار يا محمد؟ وش اللي صار؟ الطفل راعت رجلة من بين يدينا يصيح، قامت الأم ابترت رجلها وعطتها للأطفال، وكان جزء الأم للطفل اللي تبيه يصير أن الطفل يعقب ما كبر وقام وصار قطة بدارة بسنين في كل لوقات. هذا جزء الأم، هذا جزء الأم، وهذا جزء الولد للأم. بس ما يدري أن الزبل دوار مثل ما افترت أمها رجلة وابترتها في جسمه يدور الزمان، يفتر الرجلة الواحد من عياله وينقض بدار المسنين على كل الأزمان. هذه أمك يلي تقول الأم وين؟ ترى الحياة من غير أم مثل الطفل مسجون بحصر بركان. يمكن تكون الأم شيء في الزمان يكون، بس تأكد الحياة ما لها طعم في الزمان إلا لما تعرف الأم وبعد الأم والطين. فالأم الله يرحم كل أم ماتت تحت الأدفان، والله يطول عمر كل أم أفكان تقصير. لا تقول سويت وحطيت وسويت وش كان، مهما تسوي هذه أمك على طول منك بتنجرح في كل الأزمان. أمك وهي أمك لا صلت صلاة الفجر تدعي وش تقول؟ تجي وتقول أمي وين؟ بدال لتعيدها على كل الأزمان تجيها ساعة ويمكن ثواني أو دقائق تصير. وأمك باخر الليل يوم إنك طفل بتسعة أيام تسهر ثلاثة أيام مشوار وصول. هذا اللي متعب للأمانة. الأم هي متعب، الأم هي جنة وحياة. ما أبريحك شوي، شو تكتب الشعر؟ هي فكرة، يعني في بعض المواضيع أنت لازم تعيشها. يعني التواصل الاجتماعي اكتشفت فيه سلبيات وإيجابيات. شلون؟ أنت شلون تكتب؟ يعطيك العافية. أنت لازم تكتب في طريقة معينة. شلون تكتب؟ لازم تحط حسك في حس أنا تعلمت دورة خطوط. دورة الخطوط كانت تفسر لي أمور كثيرة. كنت دائما أجيك أقول لك أكتب، أخليك تكتب وأقعد قدامي، يا أنك تقول. وفعلا قالوا هذي الناس، قالوا أنت ساحر. قلت لا، هذه خبرة، هذه أمور ندرسها تعلمناها. في بعض الأحيان أنت تعرف الشخص اللي قدامك هذا تستاهل أنك أنت تتعامل وياه ولا لا. تعرف البعد، لو يكتب لك ب 600 لغة تفسير نفس التفسير، إن كان كذاب يبين معاك، إن كان جريء يبين معاك. بس شلون تحاول تغير شخصيته من طريقة كتابته؟ ممكن من توقيعه، ممكن من خطه، ممكن من الأمور. فهذه الأمور أنا كنت دائما أجمعها، أخذ اللي أنا حاس فيه وأدمجه مع اللي هو حاس فيه. ممكن أنا منجرح من موضوع معين أو موقف معين،
امسك موقفي على موقفه ويصير خليط في الموضوع. في النهايه اطلع الموضوع شلون اخلط هذا مع هذا. هذا عاد حس الشاعر نفسه شلون يكتب، هل هو يكتب صادق ولا يكتب بمفرده معينه. كل شخص له اسلوبه. شنو جديدك عبد الرحمن؟ والله جديدي يعني للأمانة هو تكلم عن الثورات للحين يعني ما نزل، وبعطيك شيء جديد. قال لي لأول مرة يعني يحز بالخاطر لما كنت أشوف الأمير يبكي. تقول يا أمير يلي صباحك طال وفقت الصبح كل اللي تبيه يصير. قالوا صباح، قلت صباحك في الزمان يكون غير. قالوا أمير، قلت أمير ابتسامة على كل الأزمان. قالوا وش اللي صار في العالم من ثورات وقتل أطفال ومساكين؟ قلت هذه حوبة بشر جات مع كل الأيام. قبل في سنة 90 نصرخ في زمن 90 وكنتم محبين وكنتم عداوة، والحين صرتوا أنتم في الزمان اللي يطيح فيه مسكين، وإحنا اللي انجرحنا للزمان جانا أبو ناصر علامة رجل سياسة ما عرف معناها وين ولا وين، وما علمنا على الحقد، علمنا على الابتسامة، علمنا فقيدنا نضحك له على كل توقيت، وعلمنا نضحك مع الناس وبكل الإفادة، علمنا ناخذ الطيب ونترك اللي ما عطانا الطيب، وعلمنا نزرع الخير في كل بلد حتى لو ما كان في ترابنا، وعلمنا نسوي الطيب لهذا الطيب، وعلمنا كيف نمسك يتيم. ولما بحضانه لا قاله ابو ناصر، قلت رجل السياسة ما علينا في الزمان قصير، واللي موتكم قهر انه صار مالك ابتسامة، واللي تعبنا في استمال انه يضحك وهو من داخله يصيح مثل الطفل محتاج من يدور حنانه. قالوا امير، قلت انسان يملك قوانين، انسان يعرف الضحك ويعرف معنى الابتسامه، انسان تعلمنا منها الطيب والكرم والسياسه والابتسامه، وعلمنا الحين معنى امير الانسانيه على كل الاوقات. حنا تعلمنا الطيب في السابق من حكام الإمارة، والحين تعلمنا الإنسانية على كل الأوقات. هذه وطننا معروفة بكل ابتسامة. يلي تقول شنو هو جديدي؟ هذا جديدي، يكفي جديدي أول كتاباتي لأبو ناصر وأبعاد. حسانك، قبل ما أختم وياك عبد الرحمن نبي نسمع غزل شوي. أي نوع غزل حدد؟ أي أنا الغزل أحبه. وكل الله. تقول حبيتك يا نظر عيني تعال، إيه؟ وأنا ميت فيك وأبيك، تدري وش اللي يصير باخر الليل لو كان حتى صوتك بذني يون مثل العصافير، ولا ضاق صدري أسأل فلان وفلان، بس لا سمعت صوتك ضيعت كل العناوين. أبقى أحبك في الزمان الحر لو كان، وابقى اموت فيك واتمناك بسنين، انت الحبيب الاولي على كل الازمان، ولو الف الكون كله مالك مزايين، انت مثل الخيل له شكل وله عنوان، والخيل يحس بخياله لو كان بعيد، وانت انا حاس فيك عن بعدة ازمان، انت الحبيب اللي ملك القلب وقطع شرايين، يا اخي احبك متى تحس على كل الأزمان، والمصيبة لا جيت أنادي فلان أنسى أسمع وناديه باسمي. أبقى أحبك وأتمناك وأبيه. يا محمد أبى أقول لك شغلة، صحيح أنك تبي حب وتبي في كل الأزمان، بس إذا كنت بتحب الشكل وتضيع عناوين، أنا حبيت لقلب وضيعت كل الأزمان. وراح اقول لكم اللي حبيت الشاعر مصيبه اذا حب. اخوي عبد الرحمن الشمري انا شاكر لك على حضورك، واتمنى ان شاء الله اشوفك في حلقات قريبه اكثر ان شاء الله. اكيد استمتع بهذا الشعر. اكيد لي الشرف، والله يعطيكم العافيه. شكرا لك عبد الرحمن. اعزائي المشاهدين، فاصل وننتقل الان الى برنامج وجه لوجه
وحلقتنا اليوم مميزة، وهو حديث من القلب إلى القلب مع أخوي والإعلامي الكبير بعد قلبي الأستاذ أحمد شمس الدين. فاصل وارجع لكم.